تشكيل النادي الاهلي المباراه اللي جايه الكلام كله انه هيبقى فيه تغييرات كثيره جدا في التشكيل. انت مع فكره التغييرات الكثيره دي ولا شايف انك تلعب بقوام اساسي وما تحاولش تغير كتير حتى لو كسبان 3-0 خالص؟ التغييرات مطلوبه، ان انت مثلا تحسن اداء الفريق، تشوف ايه اللي انت كنت ممكن تحققه اكتر، تحاول تحقق نتيجه اكبر، عندك لعيبه عايزه تعمل عندها دوافع. بس فكره ان انا اغير اصلا ليه؟ من الفريق الاساسي اللي لعب معايا في ماتش الذهاب هو اللي يقدر ينزل في ماتش العوده. كده كده الشناوي مش هيلعب عشان الاصابه، لكن طب ما نبدا بنفس التشكيل واخلص الماتش من الشوط الاولاني او اريح نفسي واريح اعصابي وابدا اعمل التغييرات وابدا العب مستريح في الشوط الثاني، خصوصا ان الاهلي بعد كده عنده ضغط مباريات في الدوري قبل ما يحسب بقى تاهله بشكل نهائي لدوري نهائي دوري ابطال افريقيا. فالتغييرات ممكن تكون مطلوبه في مركز او في مركزين بحد اقصى بالكتير. يعني انت كنت شايف انت كاتب احمد عبد القادر مكان حسين الشحات، طبعا ده كان التغيير الوحيد يعني عن مباراه الذهاب. وحمدي فتحي الكندوسي هيلعب، علي لطفي مكان الشناوي، يعني هو تغييرين، واحد منهم اضطراري يعني مكان محمد هاني. يعني مثلا هنقول بنتكلم في 3 تغييرات، عدد مقبول جدا من التغييرات، لان انت تلعب بيه في مباراه العوده، خصوصا ان انت يعني يعتبر شبه ضمنت على الورق التاهل النهائي. طب اسالك سؤال، لو هتريح، لو هتنزل خالد عبد الفتاح تريح محمد هاني ولا تريح علي معلول؟ لا اريح محمد هاني برضه، اريح محمد هاني لانه الاثنين بمناسبه ضغطوا كتير جدا، وبمناسبه انا شايف كل التغييرات منطقيه جدا لو هو فعلا اجرى 5 تغييرات دول، لانه مارسيل كولر اعتمد خلال الفتره اللي فاتت على روتيشن، وكان في اوقات كتير جدا بتلاقي محمد شريف هو اللي بيشارك اساسا على كهربا، تلاقي عبد القادر اوقات، حسين شحات اوقات، نفس الحكايه في وسط ملعب حمدي فتحي، السوليه، ديانج، وكندوسي، بيبقى فيه روتيشن دايما وبيشتغل على الروتيشن. فانا مش شايف انه التبديلات هتكون مؤثره بالشكل السلبي على النادي الاهلي، بالعكس كل المراكز بمراكز بلعيبه كانت حاطه رجلها في الملعب وبالعكس كانت مؤثره في بعض الاوقات. خالد عبد الفتاح لعب مباراه الزمالك اظن كانت اول بدايه ليه وبدايه مبشره جدا وبدا قلب دفاع. علي معلول شويه هو برده اللي محتاج ان هو برده ياخد وقت ويريح، وانا اظن انه يا ريت لو في مباريات الدوري يدي لمحمد اشرف بعض الوقت، لان علي معلول فعلا الضغط الكبير جدا اللي حصل عليه ده ممكن في وقت من الاوقات ممكن تفقده، ولكن علي معلول في النهايه بيقدم مردود متميز ودايما محافظ على مستواه. فانا مع التغييرات ومش شايف ان دي هتاثر سلبا على النادي الاهلي. حلو،